يا هلا وسهلا. اليوم في عالم المال والاقتصاد ما في خبر أهم من خبر إنه السعودية أصدرت وباعت سندات في الجلوبال ماركت. فخليني أعطيكم على السريع كم باعت وليش باعت وهل هذا شيء كويس ولا مو كويس. أول شيء لازم نعرفه إنه هذه أول مرة في تاريخ السعودية تبيع سندات لجلوبال انفسترز، للمستثمرين عالميين. وثاني شيء لازم نعرفه إنه هذه العملية اللي صارت اليوم هي أكبر عملية بيع سندات لدولة في الإيمرجين ماركت، الدول الناشئة في العالم. أول مرة نصدر سندات ونبيعها لمستثمرين خارجيين، فكان الكل مترقب في العالم كم حنصدر، بكم حنسعر، هل في رغبة الناس تشتري مننا؟ السعودية أصدرت سندات ب 17 مليار و 500 مليون دولار، الرقم القياسي لدولة ناشئة كانت الأرجنتين ب 16 ونص. كان في قلق بسيط إنه هل المستثمرين الأجانب عندهم رغبة في الاستثمار في هذه السندات، ولكن الحمد لله لو شفتوا الطلبات وصلت 66 مليار، نحن بعنا 17 ونص فقط. ليش كان في طلب عالي على السندات السعوديه؟ لانه ما زالوا رغم انه انت عندك ازمه اقتصاديه يشوفوك كاقتصاد قوي وعندك ثروات جيده وتقييمك الائتماني عالي. فتقييمك الائتماني عالي وكمان انت حاطط سعر كويس، يعني سعر على السندات اللي عرضتها السعوديه كان العائد عليها مرتفع عن اللي باعتها قطر وابو ظبي. هل مبلغ 17.5 مليار يعتبر مبلغ كبير؟ في عالم الاقراض يعتبر كبير وكبير جدا. نفتكر مصر ايام ازمتها البنك الدولي سلفها 4 مليار بعد طلوع الروح. في ناس ممكن تقول لك طب ليش نستلف؟ نستلف ببساطة لأنه نحن اعتمادنا في دخلنا على البترول، والبترول سعره قل، ففي عجز عندنا في الميزانية وفي نقص في الكاش. السؤال اللي يجي بعد هذا على طول، طب نحن ما عندنا كاش، ما عندنا فائض في الميزانية، ما عندنا احتياطي. طبعا عندنا، بس انت ما هيتخلص الكاش حقك كله هذا في يوم وليلة، خاصة إذا ما عرفنا إنه هذه السندات اللي بعتها السعودية اليوم سدادها بعده على 5 سنين، بعده على 10 سنين، وبعده على 30 سنة. طب اللي سوته السعودية هذا صح ولا غلط؟ هل هو مؤشر خطر؟ هو ما هو مؤشر انه في مصيبه وكارثه، ولكن مؤشر انه الوضع مو زي اول، الكاش ما هو بالسهوله اللي اول موجود. وفي عالم الاعمال وفي عالم الدول كلنا نقترض ونسحب ونستلف، ولكن طبعا احسن انك ما تستلف يعني وتعيش بواردك، بس الان الوضع مختلف مو زي اول. ووضع الكاش مو بس في السعوديه اختلف، في كل دول الخليج اللي معتمده على البترول بشكل اساسي. عندنا ابو ظبي اصدرت سندات ب 5 مليار قبل 5 شهور، وقطر ب 9 مليار، وفي اخبار مؤكده انه الكويت بعد شهر يمكن حتصدر سندات ب 10 مليار دولار. اخر سؤال بختم به، هل هذا شيء كويس ولا مو كويس ان احنا نصدر سندات ونستلف؟ هو نحن مجبورين على هذا الشيء اول حاجه. ثاني شيء يعتمد فين حنودي الفلوس دي، هل حنصرفها في مشاريع تنمويه فعلا حقيقيه لتنويع مصادر الدخل ولا بس تسديد فلوس خلاص؟ يسوها على مستوانا الشخصي، الواحد لما ياخذ فلوس وقرض من البنك، في واحد يروح يسافر بها وفي واحد يروح يشتري سياره بها، قروض استهلاكيه، او يروح يستثمرها. هنا تفرق. ففي الحقيقة صعب الواحد يجاوب هل هذا شيء كويس ولا مو كويس، لكن حبيت أنا أشرح لكم إيش صار، كم أخذنا، إيش أخذنا، ليش أخذنا. أتمنى أكون أفدتكم بحاجة. أنا أغلب الوقت مقفل خاص، بس أما أتكلم عن فقط أرقام أحب أفتح خاص عشان أشوف الفيدباك، آراء الناس، عشان ألحق أفسر أي حاجة. وفعلا حصل هذا اليوم، الكل يمكن في 200 واحد الآن لسه ما عدى وقت يسألني إيش يعني سندات، فأنا خلصت وكملت، وأساس الموضوع الناس ما يعرفها. سندات من سند اللي نتعامل به في البيع والشراء، عارف لما نديك سند، بس هذا سند تصدر الحكومة، فيعتبر شيء مرة كبير، تخيل الحكومة بتصدر سند. فالسند هذا اللي تصدره الحكومة هو واحد من أوعية الاستثمار، تصدره وتبيعه لجهات خارجية يشتروه بالمبلغ اللي مكتوب. ففي سند مثلا بمليون، سند بخمسين مليون، تبيعه السعودية أو تبيعه أمريكا أو تبيعه فرنسا، كل دولة السند حقها له عائد مختلف. فالسعودية تعمل سند بخمسين مليون، يجي واحد يدفع لنا نحن السعودية 50 مليون ويأخذ هذا السند ونديله نحن العائد اللي متفق عليه، واضح صح؟ فالسعودية اليوم باعت سندات قيمتها 17 مليار و 500 مليون دولار، أديناها للناس، أدونا فلوس وحنديهم أرباح عليها. فنحن اليوم نحن السعودية صار عندنا فلوس 17 مليار و 500 مليون حنشتغل بيها، نسدد بيها، نسوي بيها اللي نبغاه، واضح الكلام؟ هيا ارجعوا اسمعوا الفقره من جديد من البدايه عشان تفهموا مظبوط. تصبحوا على خير. في تفاوت كبير جدا في فهم هذه الفقره، في ناس ما فاهمين حاجه وفي ناس ما شاء الله فاهمين وبيسالوا يقولوا مين طب اشترى السندات؟ اغلبهم مستثمرين في امريكا وفي بعضهم من الخليج كمان. يقول لك ايش يستفيد اللي ياخذ السندات؟ يستفيد ارباح، ايش حيستفيد يعني؟ وكمان ممكن تستخدم كورقه ضغط سياسيه لو انت فلست في ايام. خلينا يعني نشوف شبر وبعيد اللي ساير مثلا في اليونان او ساير في مصر او في البرازيل. الدول اللي مقرضة تتحكم صارت في سياسة هذه البلدان. بس عموما لا أحد يفهم غلط من كلامي ولا يهلك، لأنه الموضوع ما هو بهذه الخطورة. نحن المبلغ اللي استلفناه ترى جدا بسيط جنب دخلنا وجنب الريزيرف اللي عندنا، الاحتياط اللي عندنا.
الى الان ما زالت الناس تسال ايش معنى سندات. يا ريت سناب في ميزه انه اقلب السنوات الاخيره وديها في البدايه كذا شهر تاح، والله ميزه حلوه. هذه الاسئله اللي تعجبني، واحد يقول ليش ما عرضوها علينا كان احنا اشترينا هذه السندات؟ لانه انت فين حتجيب فلوسك؟ حتجيبها من البنك، والبنوك المحليه اوريدي عندها شح في السيوله. فكيف نعرض السندات هذه على السوق المحلي؟ حنقلل السيوله زياده اكثر على البنوك، فبالتالي نحتاج نجيب فلوس من برا عشان نزود السيوله بشكل حقيقي. والله يا اخي متابعيني مبدعين، اسئله بدات تجي كذا تمخمخ المخ، يقول لك امريكا اوريدي عندها دين، كيف تشتري سندات؟ اللي اشترى السندات مش الحكومه الامريكيه، بنوك امريكيه، شركات امريكيه، مؤسسات امريكيه خاصه، وليس الحكومه الامريكيه، اختلف تماما. في واحد بتقول لي فهمت شرحك احسن من دكتوره الجامعه، شكرا لك، والله اعتز بهذه الثقه، وانا كان نفسي ادرس في الجامعه بس الظروف ما سمحت. أو مرة يكون عندي فقرة إجابات الفقرة أكثر من الفقرة نفسها. عموما في واحد يقول إيش الفرق بين إصدار السندات وبيع السندات؟ أنت ممكن تصدرها وما تبيعها، ما تنباع، ما حد يشتريها. يقول لك ليش ما قلت قرض وريحت من البداية؟ يا أخي هذا مو قرض، القرض مختلف. القرض ولا التمويل أنت تسدد أقساط إلين ما ينتهي، هذا مو كذا، يختلف. فالقرض أنك أنت تاخذ مثلا 50 مليون وأسدد لك هي على أقساط، نفترض 10 سنين، فبعد ال 10 سنين أكون سددت لك فلوسك كاملة وخلصنا. السند مختلف، ما في سداد اقساط. تعطيني 50 مليون انا اعطيك ارباح عليها 5 سنين او 10 سنين حسب مده السند بدون ما اسدد لك اقساط. وبعد ما تنتهي مده السند اللي هي 5 سنين او 10 سنين او 30 سنه انا اعطيك ال 50 مليون وتديني سندي وانتهينا.